السلام عليكم مستمعي مستمعات إذاعة أم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أجي تناقشو كل خميس. حلقة اليوم خصصناها لموضوع مهم، موضوع كيقيسنا كاملين كنساء، وهو النفقة. ملي كنسمعوا النفقة كيجيو في بالنا بزاف ديال الأسئلة. النفقة شكون معني بها؟ كيفاش نرفع دعوى النفقة؟ وشحال نقدر نشد في هذه النفقة؟ كلها أسئلة غنجاوبو عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. شكون معني بالنفقة؟ فالنفقة كتهم الزوجة والأبناء. الزوجة اللي ما كيصرفش عليها الزوج ديالها، أو الزوجة اللي كتبغي تطلق، من حقها طالب بالنفقة. وباش طالب بالنفقة كتقوم برفع دعوى قضائية. هنا الزوجة كتقدم بواحد المقال كنسميوه مقال رامي إلى طلب النفقة وتوابعها. هذا المقال كتكتبوه عند كاتب عمومي وكتقدموه لرئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضي للأمور المستعجلة بقسم قضاء الأسرة. هذا الطلب كيكون مجاني وبدون محامي. كيخص هذا المقال يكون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالزوج والزوجة، الاسم الشخصي والعائلي، رقم البطاقة الوطنية والعنوان، وكذلك معلومات عن الأبناء. ومن الضروري أيضا ترفق مع هذا المقال مرفقات لهما عقد الزواج وعقود الازدياد. من بعد ما كتقدم المقال لرئيس المحكمة، خاص الزوجة تقوم بواحد المرحلة الثانية وهي تبليغ الاستدعاء للزوج، وكيكون ذلك عن طريق مفوض قضائي. هذا الاستدعاء سيكون فيه تاريخ وساعة الجلسة ورقم القاعة. إذا توصل الزوج بالاستدعاء أو الطليق بالاستدعاء فإلى حضر، فالأمور كتمشي على ما يرام. إلا ما حضرش هنا القاضي كيحكم بالنفقة وكتكون مصحوبة بالنفادي المعجل. وكيف ما خصكم تعرفوا مستمعي الكرام بأن مسطرة النفقة هي مسطرة كتكون سريعة، مسطرة ما كتفوتش شهر واحد. بزاف ديال الناس كيتسألوا شحال نقدر نشد في النفقة. باش نعرفوا واحد الحاجة، أنه النفقة ما عندهاش واحد العملية حسابية. إلا كنتي كتشد قد هكا غتعتقد هكا. علاش؟ لأن المحكمة كتاخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير باش تحدد قيمة النفقة، منها الأجر ديال الزوج أو الطليق، شحال كيتخلص، ممتلكات ديال الزوج، واش عنده ممتلكات أخرى، واش عنده أراضي فلاحية، واش عنده عقارات كيكريهم، ظروف ومستوى العيش ديال الأبناء ديالو، واش كانوا كيقراو في مدارس عمومية، واش كانوا كيقراو في مدارس خصوصية، واش الزوجة خدامة ولا ما خداماش، وكيشوف ايضا عدد الاطفال والسن ديالهم. هذه كلها معايير كيشوفها القاضي وكياخذها بعين الاعتبار في تحديد قيمه النفقه. للاشاره واحد المعلومه مهمه بزاف وضروريه، وهي ان الزوجات اللي كيطالبوا بالنفقه ما تنسوش انكم طلبوا من المحكمه صدر حكم بالاقتطاع من المنبع، خاصه الازواج اللي كيكون عندهم واحد العمل قار. ملي كنقول عمل قار كنقصد به كيكون موظف عمومي، كيكون موظف في قطاع خاص، عنده أجر كيدوز مباشرة للحساب البنكي ديالو. ما فيها بس إلى هالسيدة طلبات من القاضي أن هاد النفقة تبقى تقطع من المنبع. هادشي كله باش نحافظوا المرأة على كرامتها هي والأولاد، لأنها كتكرفس بزاف بعد الطلاق، كتر أنها تخرج تخدم. إلا ما كانت خدامة ما كيكون عندها لا حنين لا رحيم. الأولاد خاصهم يقراو يلبسوا، خصهم طبيب، ونزيد واحد تلكرة. الزوج اللي غيعطيها النفقة بالمواعيد ديالها كيتعطل عليها. وكاينين أزواج وما كنعممش دائما، هناك أزواج ما كيعطيوش كاع النفقة بشكل نهائي. هنا الزوجة كدير مسطرة أخرى، كتقوم بإجراءات أخرى، كتنفذ النفقة بعد إصدار الحكم من المحكمة، لأن كل من الإهمال والضياع وعدم الإنفاق كيؤدي باللجوء إلى المحكمة، لأن المحكمة رحيمة بالنساء. والآن حان وقت الرحيل، لنلتقي في حلقة جديدة مع موضوع جديد.